السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفات أم هيثم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وكيف كتشوفوا معايا في الصور كنقترح لكم غلاس بالحجم العائلي وبذوق الكراميل، كيجي رائع جدا ومكوناته إن شاء الله غتوفر عند الجميع، سهل وسريع كذلك في التحضير. نتمنى يعجبكم ان شاء الله، ولا عجبكم فما تنساوش تخليوا لي لايكات لهذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقعكم التواصليه. وما نطولش عليكم ونخليكم ان شاء الله مع المكونات وكذلك طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج معكم في هذا الكلاص، نص لتر ديال الحليب اولا نصف لتر ديال الحليب اولا 500 ملل ديال الحليب اولا 3 ديال الكؤوس ديال العنبه عامرين ديال الحليب. غادي نحتاج معاهم هنا كاس قل ربع ديال الكراميل. بالنسبه لهذا الكراميل هذا راه سبق لي ونزلت لكم الوصفه ديالو، وصفه اللي يعني اقتصاديه لا تتجاوز 3 ديال الدراهم مغربيه، اللي كتخرج لينا كاس ديال العنبه. فانا استعملت اليوم كاس لاروب اللي هي 150 غرام ديال الكراميل، والكراميل اللي تبقى ليا فانا غادي نخليه للتزيين من بعد ان شاء الله. غادي نحتاج هنا علبه ديال الياغورت بالجبن، الوزن ديالها 85 غرام. الا ما توفرتش عندكم فديروا علبه ديال الياغورت باي نكهه بغيتوا، اي نكهه مفضله. غادي نحتاج كيس ديال بودره الشونتيي من فئه 100 غرام اللي كيتخلط مع ربعه ديال الحليب، حنا ان شاء الله غادي نخلطوها مع نصف لتر ديال الحليب. غادي نحتاج انا هنا البسكوي، هذا البسكوي اللي كيكون محشو يعني كيكون فيه هنا الشوكولا لداخل، واستعملوا اي نوع ديال البسكوي بغيتوا في هذا الكلاص اولا ديروا اي نوع ديال المكسرات كذلك بغيتوا ديروه، يعني كيجي في وسط الكلاص زوين بزاف يعني كيزيدوا مذاق وكذلك حتى منظر. غادي ننتقلوا مباشره للطريقه. غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه. هنا نصف لتر ديال الحليب اللي خاصو يكون عندنا بارد باش يعني يطلع لنا هذه الكريمه مزيان. غادي نضيف عليها الكيس ديال بودره الشونتيي من فئه 100 غرام، علبه ديال الياغورت بالجبن من فئه 85 غرام، ولا ما عندكمش غادي ديروا ياغورت باي نكهه بغيتو. غادي نضيف كذلك هنا 150 غرام ديال الكراميل. كيف قلت لكم راه عندي كراميل اللي هو منزلي الصنع وكيتقام رخيص وطريقه اللي هي سهله وناجحه مع اي واحد ومن اول مره. غادي يطلع لكم البطاقه ديالو ان شاء الله، وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وكذلك في اخر الفيديو. صافي، من بعد ما ضفت المكونات غادي نطلع هاد الكريمه هذه اولا هاد الكلاص ديالنا غادي نطلعو بالباتور مزيان وتشوفوه معايا ان شاء الله، وعاد نرجع معكم باش غادي نكملو. بسم الله. صافي، هنا كيف كتشوفوا من بعد ما طلعت هذا الكلاص ديالي، شوفوا ما شاء الله شحال ولا، يعني ضعف الحجم ديال هذه الكريمه اللي درنا 3 ديال المرات. كيكون هذا هو القوام ديالها، راه هذه الكريمه ما كتجيش عاقده بزاف بحال كيف كنطلعوا الكريم شونتيي، لان الكميه ديال الحليب هنا راه كانت كثيره. دابا غادي نضيف هذا البسكوي، هذا اللي كيف قلت لكم عندي انا بسكوي محشو هكا بالشوكولاته وعندي فيه نكهه البندق، وديروا اي نكهه اولا اي نوع من المكسرات بغيتوا. صافي، وغادي نخلطو غير بحال هكا مع الكلاص. حتى غادي يتوزع عليا كامل في هاد الكريمه هادي هاد البسكوي. صافي، من بعد ما خلطت هذاك البسكوي مع الكلاص اولا مع الكريمه، جبت هنا انا المول ديال الكيك، وديروا اي مول بغيتو في الحجم اللي بغيتو في الشكل كذلك اللي بغيتو اللي توفر عندكم. انا جبت هنا هذا اللي طويل كيف كتشوفوا، ودرت ليه هنا فرشت ليه بلاستيكه من الاسفل ومن الجوانب. انا درت ليه بلاستيكه يعني احسن من البلاستيك الغذائي اولا السلوفان، فهو كيبقى يتكمش، هذه كتجي احسن، الشكل ديالها كيجي احسن ويعني وسهله. صافي، وغادي نفرغ هذا الكلاص ديالي هنا في هذا المول. بسم الله. غادي نحاول نوزعو هكا بالتساوي. وغادي
غادي نشد هذا المول هذا وغادي نبقى نخبطه بحال هكا مع سطح العمل باش ما كيجيونيش فقاعات اولا فراغات في وسط هذا الكلاص، بالعكس كيجيني يعني عامر مزيان والجوانب اولا القنات كاملين كيجيو عامرين بالكلاص وكيجي متساوي. صافي انا غادي نبقى بهذا الشكل هذا، غادي نعمره مزيان ونساوي ليه الوجه ديالو اولا السطح ديالو، كذلك غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلو المجمد. انا غادي ندخلو ان شاء الله المجمد ليله كامله وعاد نرجع معكم غدا ان شاء الله باش تشوفوه معايا ونكملوا ليه التزيين. صافي هنا من بعد ما جمد معايا الكلاص ليله كامله تقريبا راه 18 ساعه هو عندي في المجمد، انتما كيف كتشوفوا راه عندي جامد مزيان. دابا غادي نجيب واحد السكين وغادي نحاول ندوزو غير من هنا من الجوانب، لان هاد الجهه هذه فيها البلاستيك وهنا ما كانش يعني البلاستيك، غادي نحاول هكا نفرقو. صافي ومن بعد غادي نجيب هكا طبسيل اولا طبق اولا الكرتون اللي عندكم وغادي نقلب عليه بسم الله. صافي بهذا الشكل هذا غادي نحاول نحيد هذا القالب اولا هذا المول، كيف كتشوفوا كيتحيد بكل سهوله وغادي نحيد البلاستيك. صافي كيف كيبان لكم غادي نحاول نزولو من هنا، تكمشات البلاستيكه كاين ماشي مشكل. دابا غادي ندوزو للتزيين ان شاء الله. عندي هنا الكراميل اللي احتفظت به كيف شفتوا معايا، عندي هنا شويه ديال البسكوي مطحون غادي نديرو هكا غير من الجوانب، وعندي شويه ديال اللوز كيف كتشوفوا اللوز عندي محمر ومهرمش. غادي نبدا بسم الله بهذا الكراميل. غادي نحاول ندير خطوط. خطوط عشوائيه غير بالكراميل. وغادي نرش عليه اللوز كيف قلت لكم هكا من الوجه ديالو، اللوز اللي عندي محمر ومهرمش. وزينو باش ما بغيتو عفوا، وتزيين كيف كنقول دائما كيبقى اختياري. غادي نجيب هاد شويه ديال البسكوي وغادي نديرو هكا من الجوانب ديال الكلاص من الاسفل، وهذا يعني مرحله اولا خطوه اللي هي اختياريه وكتبقى للتزيين فقط. صافي انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا، غادي نكمل التزيين ديال الكلاص ديالي ونرجع معكم ان شاء الله في التقديم والشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا من بعد ما كملت ليه التزيين، والتزيين كيف كنقول دائما كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر وعلى حسب داكشي اللي كتبغيو نتوما. فانا غادي نقسم معكم كيف العاده باش تشوفوا الشكل ديالو والقوام ديالو من الداخل كيفاش كيجي. بسم الله انتما تشوفوه معايا ان شاء الله عن قرب كيجيو هذوك القطع ديال البسكوي باينين فيه الداخل. بالنسبه للبسكوي كيف قلت لكم كيبقى اختياري وممكن تعوضوه باي نوع ديال المكسرات اولا الفواكه اللي متوفره عندكم واللي كتعجبكم طبيعه الحال، ولا خليوه غير بحال هكاك حتى هو تيجي بنين. انتما كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالو زوين بزاف بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، والا عجبتكم كيف العاده ما تنساوناش من اللايكات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقعكم التواصليه. الا كنتم من الناس لاول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى كنتمنى يعجبكم، فما ترددوش انكم تنخرطوا معنا بالضغط على زر الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب الموجود اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. بهذا كنكون وصلت نهايه وصفه اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله، مع السلامه. ودابا ان شاء الله غادي نخليكم مع بعض صور لي كلاص مثلجات وكذلك حلويات او الطرطات بدون فرن، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. فانا غادي نخليكم مع الصور ونخليكم كذلك الروابط في صندوق الوصف، ومع السلامه مره اخرى.